السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعن بالله ولا تعجز، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما تأملت فيه أتذكر الحكمة التي علمتني إياها الحياة، أن هناك أمورا أنت ترغب في تغييرها ولكنك عاجز عنها. ما الذي تفعله هنا؟ لا بد لك من القبول بالقضاء والقدر والتسليم، ولكن إياك أن تعجز. قم دائما بما تستطيع. أنا عندما أتعامل مع المرضى الذين لديهم أمراض خطيرة جدا غير قابلة للشفاء، أقول لهم، وهم طبعا غير مؤمنين، أغلبهم سويديين ملحدون، ولكن أنا أقول لهم على الشكل التالي: أنت أصبت بهذا المرض، هذا أمر لا يمكن تغييره، لكن انسى التشخيص، انسى اسم المرض، وعش حياتك كما كنت تعيش. لأنك إن جلست فقط تفكر في المرض الذي لن تستطيع تغييره، فلن تحصل إلا على الحزن والألم والمشاعر السلبية، وتدخل في دائرة سلبية تلقائية تحول أمورك من الأسوأ إلى الأسوأ. حتى في البرغنوس، أي الإنذار، يسوء بهذه الحالة. أما إن تفاعلت مع الأمر بإيجابية وقمت بما تستطيع أن تقوم به، يعني ماذا أقصد؟ يعني شو أنا أقصد؟ تأخذ الدواء، تتوكل على الله، تأخذ الدواء، تلعب رياضة، هذا تستطيع أن تقوم به ولو رياضة خفيفة، تأكل غذاء، تغذي نفسك، تساعد الآخرين، لا تعجز. القضاء عمرك مكتوب، أجلك مقدر، يعني لن تستطيع تغييره، ولكن في الفترة التي تقضيها حتى يأتي الأجل قم بكل ما تستطيع فعله. الآن الوضع في سوريا المؤلم، كثير منا أصابه القنوط واليأس والعجز، لأن الذين بإمكانهم تغيير الأمور لا يرغبون بتغييرها، والمساكين أمثالنا، من لا يستطيع أن يفعل أي شيء سوى إنكار المنكر والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ومساعدة المحتاجين، ولكن أكثر من هذا لا يستطيع أن يفعل شيء. أقول لك لا تعجز. أقل فهم في الأمر، إن كنت هناك في تحت المناطق التي المنكوبة، حاول مثلا، خرجت من المنزل، ماذا تفعل؟ ليس لديك ما تفعله، نظف أمام المنزل، هذا أمر تستطيع فعله. وجدت أخ يريد مساعدة، ساعده. الناس الذين ليسوا موجودين في تلك المناطق، قم بتعليم شخص اللغة العربية، قم بتعليم شخص الرياضيات إذا كنت تستطيع رياضيات، ساعد الأطفال. هذا الشاب الذي رأيته على الفيسبوك حول خيمته إلى مدرسة للاجئين السوريين وبدأ يدرس، هو كان بإمكانه أن يجلس يدخن السجائر ويلعن حظه العاثر ويكتئب ويستسلم، ولكنه لم يفعل ذلك، إنما قام بفعل إيجابي، قام بفعل إيجابي وبدأ يعلم الأطفال الدروس، وحول خيمته إلى مدرسة اجتمع فيها أكثر من 90 طفل. لا يوجد شخص منا إلا قادر على القيام ولو بفعل بسيط قدره هذا القدر من الإيجابية والتغيير، لأن الأمور تتراكم. عندما تقوم أنت بفعل صغير من أجل التغيير هكذا، يأتي الآخر هكذا، فيتراكم هذا الأمر، وعلى الأقل تشعر براحة نفسية أنك لم تقم بأي شيء، لم تقم بأي فعل، لم تغير أي أمر. إذن أنا متلبك قليلا لأن الموضوع يعني مؤثر، ولكن أقول لكم الأمر
الذي لا تستطيع تغييره اقبله، ولكن حول جهودك إلى ما تستطيع تغييره بفعل إيجابي يؤدي إلى تحسين حالة الناس وإلى تغيير واقعهم من السيء جدا إلى الأقل سوء قليلا على الأقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير حال هذه الأمة من أسوأ حال إلى أفضل حال، آمين. طبعا هذا الكلام ليس له علاقة أبدا بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، ذلك موضوع آخر، أنا لم أقصد هذا الأمر، لأن هناك أحكام شرعية متعلقة بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، تتعلق بالفرد وتتعلق بالجماعة وتتعلق بالدولة، أنا لا أتعلق بذلك الأمور، ولا ليس له علاقة أيضا بالعمل الدعوي أو العمل من أجل تغيير الواقع بالأساليب والطريقة التي حددها لنا الشرع. جزاكم الله خيرا وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.